والله أنا استمتعت جداً يا وضحوية، عبد الله وضحوية وأمجد الحاج بالحلقة المليانة بتفاصيله وبزخمه وبجماله وبكل الحاجات الحلوة اللي احنا تناقشنا وتكلمنا فيها. لكن أنا حريصة على إنه في النهاية خلينا نديكم مساحة حرة انتوا الاثنين تقولوا لنا فيها مربعات، خلينا نقول أو رباعيات بينك وبين أمجد يا وضحوية، تختموا بيها للمشاهدين ونودعهم بيها. دول هجلع جد تبدأ انت والله يمشي قدامك. قال كان الحظ بدوم والليان بنعادن، ما بتتغبر الدعجن بفاير انقادن، قصيبة الكوع الفوق بتعول ترادة نبا ما ينسى قلبي حواجب اللي بتنادن. البريد وفاد غادي البصر مو لامحه، لكن راسخة في ذاكرة خيالنا ملامحه، ما بنعتب عليه اللين غرق طمحه، كان جاف ابن عزره وكان غلط بينسامحه. أنا يا أخي اللي عيني الغميض ما جالي، وطيفك يا سماح طافني وعقب لجالي، ربات الحجالة صلصلا حجالي، عليهم باكي بالدمعة وهدف لي مجالي. مهما الدنيا ضاقت والزمن دردرنا، ما بنفك درب الريدة كان ودرنا، قلبي نظر رجع بجسمنا وخدرنا، غير شنو اللي بيجرس قلبنا وبيقدرنا. خلتنا يا سينا جسوم دعية تبلت روحنا في أحسانة ظرفها بيت، اليومات للعشاق سلاحة مزيد، جراحتنا وجراح الريدة ما بتخيل. أوصف كيف ومن وين أبدأ، والجفه والعناد خاتاه أول مبدأ، نارك حرقة جسمي وما بتذوق الهبدة، وتلف حبك المخ والقلب والكبدة. شعرك بمجينة ونعة المقضية، لبسة جاتنا مارقة اللونة ما هو رهيب، ضيفت الزاولة من ريت حميد وسليم، عيل الساحة ما برجعك معاها مديم. أمرقي وقد لي تلي الليد معاك يا زينة، واعمل فينا حاجتين كل ما تلاقينا، أقيف وبيط ربعين المهن زور إلينا، بسمي وخلي نار الله تولح فيه. ولهجة مثل حجك الضناقل البلح، عندها بسمة والغفر معاها مسلح، الظلم بقي جنابة لا من كلها تضحك وتقول إن شاء الله ما يصلح. يا سلام، لا إن شاء الله يتصلح. إحنا شاكرين لك شديد عبد الله والضحوية، وشكرا لك أكثر أمجد الحاج، لكم التحية، وبالتأكيد الناس حتكون استمتعت من خلال المساحة اللي مشينا فيها في دروب مختلفة من دروب الدوبيت، وتجولنا فيها يعني، وتواصل الأجيال بين شعراء الدوبيت، وكان واحدة من المساحات المهمة جدا اللي لقينا فيها. مساحة الدوبيت هي أعمق، سواء كانت في الإخوانيات المسادير، سواء كانت في المجادعات المساجلات وغيرها من التفاصيل الجميلة لشعر الدوبيت.